ضنك العيش وعسر الحال هذا ما يعانيه أبو فاضل بعد أن هجر من أطراف قضاء خانقين، ويعمل منذ ساعات الصباح الأولى ليستطيع توفير قوته اليومي له ولعائلته التي تتألف من 5 أطفال، ويقول: لا عيد للفقراء. وما حسينا بالعيد، ولان العيد ما يجي على الفقراء، عندنا هذه الاغنياء، واشتغل عماله، راتب ما اتقاضى الحين لا رعايه اجتماعيه ولا ما عندي كل شيء، واشتغل حمال، انزل بضاعه صعب بضاعه 15 شيء يعني في 17، وايجار ناي قاعد ايجار، وايد وضع تعبان جدا، ما شفتوا الوضع، المصدر يكون انت شفته بعد وضع تعبان كل شيء. فيما تحدثت ابنته بنين ذات ال4 سنوات وتقول: لم يكن للعيد فرحة وطعم منذ سنوات، لكن فرحتنا كبيرة بهذا العيد بعد أن قدمت لنا كسوة العيد من قبل أصحاب الخير والشهامة. بابا اشتغل عمال وإحنا ما عدنا فلوس، ما العيد ما عيدنا، إنا جابونا ملابس، كان أول عيد نعيده. ما يعانيه أبو فاضل من ضنك العيش يمر به الكثير من العوائل في بلد يطلق عليه بلد الخيرات، الذي جفت خزائنه بعد أن نهبت من قبل مافيات الفساد والسراق. من محافظة ديالى، حسن الشمري، التغيير الفضائي.